قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية جاءت ضمن آيات في سورة النمل، ويريد من ذلك عز وجل أن يقرر هؤلاء بما يعتقدونه. ولذا في مطلع الآيات: أمن خلق السماوات والأرض، يقرون بهذا، يقرون. وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله. بعدها ماذا قال؟ بل هم قوم يعدلون. قوم يعدلون أي يعدلون غير الله بالله، فيساوون غير الله بالله عز وجل. فهل يمكن لهؤلاء المعبودين والمدعوين أن يخلقوا السماوات والأرض؟ هم عاجزون. أن ينزلوا المطر؟ هم عاجزون. إذن من عجز عن هذه الأشياء فكيف يجعل مع الله إلها؟ ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا، يؤمنون بهذا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو من أجهل الناس، لأنه لم يعلم عظم الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه. لما؟ لأنهم جهال بعظمته، إذ لو كانوا عالمين بعظمته لما أقدموا على الإشراك به. ولذا خص عز وجل العلماء بأنهم يخشون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال تعالى: أمن يجيب المضطر، هذا يقرون به كما قال تعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.